مخلص للسيد حميد بن محمد بن مبارك الاجتبي على مقدمة هذا الشوط. وفي المركز الثاني ناخذ اللي في المركز الثاني في هذه اللحظات، اللي في المركز الثاني أرى شاهين للسيد عبد الله بن حميد بن حارب الشامسي، وفي المركز الثالث شمشون، في المركز الثالث في هذه اللحظات شمشون للسيد مبارك بن راشد بن مفتاح الشامسي. ننتقل إلى المركز الرابع، وفي المركز الرابع أرى الآن للسيد سعيد بن حمد بن عود العامري شعار بالعود متواجد أيضا على المركز الرابع. وفي المركز الخامس ناخذ اللي في المركز الخامس أرى الصيرمي، وصل الصيرمي للسيد نصيب بن خليفة بن سعيد الخيالي في المركز الرابع. وفي المركز الخامس أرى مفجر للسيد مبارك بن محمد بن نشيرة العامري. وفي المركز السادس هنا الساد للسيد سالم بن حمد بن دحبة العامري يمثل هل الساد غادم من الساد. ننتقل إلى المركز الثامن، وفي المركز الثامن الغزال بدأ يتغزل بالمراكز المتقدمة للسيد سلطان بن علي بن رشيد الاجتبي. وفي المركز التاسع نسناس للسيد سعيد بن جار الله بن سعيد السالمين. وفي المركز العاشر هنا نشوان للسيد سالم بن سعيد بن حسن الخاطري. يا سلام، نرحب ايضا بقدوم سمو الشيخ زايد بن مكتوم بن راشد المكتوم، مرحبا بسموه في هذا المساء. نرحب بالجميع. نرجع الى شمشوم. بدأ يتسلل، بدأ يشم المركز الأول. شمشوم يشم الزعفران للسيد محمد بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي. يا سلام، النوع غير والشكل غير، وهو فريد في شكله. خو قودلفن، خو عمو، خو غناتي. يا سلام، النخلي يغذي شمشوم لكن ينخطف المركز الأول في هذه اللحظات. حفيد لكن من الجانب الثاني شاهين للسيد عبد الله بن حمودة بن ياسر اليحافي. لكن هنا الغدوم. يا سلام، الخليج، خليجنا واحد ودمنا واحد، ها هو الخليج. يا سلام، ارضنا ارض العروبة، النسب والدين واحد. الخليج على مقدمة هذا الشوط للسيد محمد بن يحيى بن حسن على مقدمة هذا الشوط بدون استئذان يغير ينتقل إلى مقدمة هذا الشوط. مرحبا بأهل الخليج في بلدهم الثانية، في دولة الإمارات العربية المتحدة، في إمارة دبي، في دانة الدنيا دبي، على أرضية ميدان المرموم. سلام لأهل المملكة، واسعد الله مساكم يا أهل الطايف. المركز الثاني مشعل للسيد سالم بن كاظم بن خليفة المسافري. المركز الثالث الذي حفيد للسيد راشد بن خليفة بالمر النيادي. وفي المركز الرابع وليف للسيد بخيت بن محمد البن طريبيش المنصوري. وفي المركز الخامس الغزال للسيد سلطان بن علي بن رشيد الاجتبي. ها هو التوقيت، ساعة وصول الخليج إلى خط النهاية في زمن وقدرة، 5 دقائق 53 ثلاث أجزاء من الثانية. الخليج كامل هنا على أرضية ميدان المرموم الميدان الذكي. تهانينا لمالك الخليج على هذا الأداء المتميز محمد بن يحيى بن حسن على هذا الفوز. سلام عليكم يا هلا.